على مساحة تفوق مساحة ولاية رود آيلاند وتقدر بأكثر من 3000 كيلومتر مربع، تحتضن ولاية كاليفورنيا حديقة شجرة جاشوا تشري الوطنية المعروفة بأشجار جاشوا الفريدة من نوعها والتي تنمو في أماكن معينة حول العالم. حديقة جاشوا تتميز بتضاريسها الصحراوية ومرتفعاتها التي تجذب ملايين الزوار إليها سنويا من مختلف أنحاء العالم. أتيت إلى هنا مع أحد الأصدقاء لكي نتسلق مع بعض. هنالك الكثير من المرتفعات. حضرت للمرة الأولى قبل 25 سنة ولا زلت أزور هذا المكان الجميل. المكان واسع وفريد وهو لا يكون مزدحما بالعادة، وهذا شيء جيد. هنالك الكثير من التضاريس والأشياء الطبيعية المختلفة بالإضافة إلى الحيوانات البرية والأشجار للاستكشاف. يعود تاريخ أول شعوب استوطنت المنطقة إلى أكثر من 10,000 سنة، حيث وجدت أدوات ومقتنيات تابعة للشعوب البنتو. المنطقة شهدت وصول الأوروبيين إليها بعد اكتشافها من قبل القوات الإسبانية في القرن 18. المستوطنون من أتباع طائفة المورمون أطلقوا اسم جاشوا على الأشجار المميزة تيمنا بقصة من الإنجيل. أحببت الزاوية المعروفة بتشالي غاردن. الشمس كانت في زاوية جيدة وكل شيء كان يلمع، وهذا ما لم أراه من قبل. ويذكر أن حكومة الولايات المتحدة أعلنت رمزية حديقة جاشوا في عام 1936، ما أنهى عمليات التنقيب عن الذهب آنذاك، وقام الكونغرس الأمريكي بتحويل المنطقة إلى حديقة وطنية في العام 1994. المشرفون على محمية جاشوا تري أعلنوا أنها استقبلت أكثر من 2.5 مليون زائر العام الماضي، رقم يتوقع مختصون في عالم السياحة ارتفاعه في العام الحالي. ستيفن نبيل، الحرة، محمية جاشوا تري.